من القاهرة تنضم إلينا الدكتورة نازك أبو زيد، رئيسة مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. منظمة Save the Children تلقي الضوء على وضع مأساوي في السودان، ماذا أيضا يمكن أن تطلعينا عليه حول هذا الوضع المأساوي في السودان الآن وتداعياته في المرحلة المقبلة؟ السلام عليكم، رمضان كريم. وضع الأطفال في السودان وبالذات في معسكرات النزوح وضع يعني أقل ما يوصف بكارثي. يعني بلغت وفيات الأطفال جراء سوء التغذية والأمراض المعدية وأمراض نقص المناعة الناتجة عن الجوع والمجاعة. يعني الوفيات تكاد تكون بين 23 إلى 24 وفاة، يعني كل ساعتين يتوفى طفل، من بين 13 إلى 14 طفل يتوفى في اليوم. هذا في معسكر كلمة، وهنالك يعني أعداد لوفيات الأطفال غير مسبوقة في السودان وحسب تقارير. دعينا نعيد معك هذه الأرقام دكتورة نازك حول الوضع الآن والذين يعانون في السودان خاصة من الأطفال. نعم، لا أسمع. أسألك عن الأرقام مرة جديدة لو تعيديها لنا. نعم، في معسكر كلمة الوفيات بلغت يعني بمعدل طفل كل ساعتين، ما بين 13 إلى 14 طفل في اليوم، ده عدد الوفيات الأطفال جراء الجوع. الجوع والمرض، الأمراض المعدية وأمراض المناعة، يعني نقص المناعة الناتج عن سوء التغذية وهكذا. يعني الحصبة حصدت أرواح مئات بالآلاف الأطفال. برنامج الأغذية العالمي تحدث عن أن الحرب الدائرة وأنيميا في السودان قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم. ماذا عن المنظمات التي تحاول إرسال أي مساعدات؟ هل لديكم معلومات حول ما تواجهه هذه المنظمات؟ نعم سيدتي، كما ذكرنا كثيرا في يعني مداخلات سابقة، هذه المنظمات يعني مواجهة بالعنف ومواجهة بالاستهداف من قبل القوات المتحاربة في السودان. لذلك حدت من يعني تقديم المساعدات، لأنه لا توجد ممرات آمنة، هنالك هجوم على مخازن، بالذات يعني برنامج الغذاء العالمي لم تسلم مخازنه من النهب والسرقة. وكذلك يعاني موظفي هذه المنظمات من الاستهداف بالقتل، بالاعتقال، بالإبعاد عن البلاد كذا. فلذلك كل هذه الأسباب حدت من يعني عمل هذه المنظمات داخل السودان. كيف يعيش الناس إذن دكتورة نازك؟ يعني كيف يتم التعامل مع هذا الوضع الإنساني في السودان؟ هذا الوضع الكارثي يعني يعيش فيه الناس بصعوبة بالغة. يعني إذا في معسكرات النزوح كما تحدثنا هنالك شبه مجاعة أو مجاعة حقيقية. يعني أما في المدن والمناطق المتأثرة بالقتال وبالحرب، فيعني يعاني الناس كثيرا من شح المواد الغذائية. نعم. وعند وجودها تكون يعني أسعارها غالية جدا، باهظة الثمن. ويعني جند لجان الطوارئ عملت مثلا في ولاية الخرطوم، عملوا مطابخ أو تكية كما نسميها يعني بالدارجية السودانية. نعم. تكايا لإطعام الناس وبالذات في شهر رمضان، ولكن
مع يعني عدم استقرار الحالة الأمنية نعم وعدم وجود مواصلات وانقطاع الاتصالات وانقطاع الإنترنت، أصبح يعني صعب جدا يعني التواصل بين المواطنين والذين يحتاجون طيب للغذاء، وهذه المطابخ وتوصيل الغذاء لهم نعم والتحويلات التي التحويلات البنكية التي يستطيعون بها شراء نعم المواد الغذائية في واحتياجاتهم. خضم هذه الحرب المستمرة وهذا الصراع، كيف أثر أو كيف تأثر الموسم الزراعي بهذه الحرب؟ بالطبع يعني فشل ذريع، يعني فشل الموسم الزراعي بالذات في ولاية الجزيرة وفي دارفور وفي معظم مناطق السودان، يعني حتى الولايات التي لم تشهد حربا تأثرت كولايات الشرق، ولاية القضاريف، نعم يعني تأثر الموسم الزراعي عموما في نعم السودان. هذا بالنسبة للغذاء، ماذا عن الأطباء وتأثرهم وهذا القطاع الصحي، وكيف تأثر أيضا بالحرب مع انتشار كل هذه الأمراض والأوبئة؟ نعم، الأطباء كغيرهم من أبناء السودان يعانون ما يعانيه شعب السودان، ولكن تقع على كاهلهم يعني كواهلهم أعباء كبيرة جدا، وهي يعني علاج الناس وتقديم العون لهم والاستشارات الطبية لهم، ولكن مع يعني ازدياد رقعة القتال وحدته اضطر معظم الأطباء للنزوح إلى مكان أكثر آمنا، نعم والكثير شكرا منهم خرج خارج السودان، نزح خارج السودان. ويعني يعاني الأطباء كثيرا من استهدافهم، يعني الأطباء الذين ظلوا بالسودان ويقدمون الخدمات الطبية والصحية مستهدفين أيضا. يعني الآن عندنا أكثر من 58 طبيب قتلوا في هذه الحرب واستهدفوا، وأخيرا يعني في أحداث الجزيرة يعني كان هناك استهداف واضح للأطباء نعم ويعني شكرا اعتقالهم وقتلهم. شكرا جزيلا دكتورة نازك أبو زيد، رئيسة مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة.